بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 20 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلعي هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. مستمعين الكرام، سوف تستمعون بإذن الله في هذه الحلقة من فضيلة الشيخ لإجابة عدد من الأسئلة. أولها للمستمع علي من السودان، يسأل عن حجتي بل عن حجه عن أمه. ثم سؤال من إبراهيم عبد العظيم آدم من مصر، يسأل عن بعض أحوال الموتى. ثم من المستمع عبد الله بن سعود الشبانات، يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك. ثم سؤال من المستمع إبراهيم بن مقحم المقحم، يسأل عن قبول شهادة بائع الحمام. ثم المستمع أبو رشيد من الرياض، يسأل عن أكل الضبع والنيص. ثم المستمع ألف باء، يسأل عن القنوت في النوازل والفرق بين النوازل الخاصة والعامة. ثم سؤال من الأخت نون حاء عن أكل حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان، وعن أسباب استجابة الدعاء وعدم استجابته، وعن صلاة المريض جمعا بين المغرب والعشاء. ثم عدد من الأسئلة للأختين سحر والبندري من المزاحمية، عن حكم لبس الفستان الأبيض للعروس وغيرها، وحكم رسم الجماجم ورسم شخص من الخلف دون ظهور ملامح الوجه، وعن قراءة القرآن للحائض بالقفازين، وعن تشقير شعر الوجه إذا كان خفيفا، وعن تنظيف الأنف بالنتف. ثم سؤال من المستمعة المحتارة، تسأل عن منع زوجها لها من زيارة مكة منذ 20 سنة. ثم مجموعة من الأسئلة في آخر هذه الحلقة للمستمع فراج سوري مقيم في الأردن، يسأل عن ذهب أخذه من أخته، وعن حج الرجل دون علم والديه، وعن الذبح بعد موت الميت بأسبوع. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة من الأخ علي، سوداني مقيم بالمملكة يعمل، يقول: إن والدي متوفى وأريد أن أحج بل أحجج والدتي البالغة من العمر 85 سنة، وحيث إنه في الحديث لا تخرج امرأة من غير محرم، وأنا لا أستطيع لظروف المادية أن أقوم بتكلفة والدتي ومحرمها معا، فهل يجوز أن أحج نيابة عنها، علما أنني قد حججت حجة الإسلام واعتمرت 5 مرات ولله الحمد، أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز أن يحج عن الحي، خصوصا حجة الإسلام، إلا إذا عجز عجزا تاما عن مباشرة الحج بنفسه لكبر أو مرض مزمن، فله أن يوكل في هذه الحالة من يحج عنه فريضة الإسلام. أما ما دام المسلم يستطيع الحج ببدنه، يستطيع مباشرة أداء فريضة الإسلام ببدنه، فإنه لا يجوز له أن يوكل من يحج عنه. فوالدتك إن كانت كذلك قادرة على الحج بنفسها لكنها لا تجد المحرم، فإنها تنتظر حتى يحصل المحرم في المستقبل، فإن أيست منه، أيست من وجود المحرم، فإنها توكل. ولكن الآن ما دمت أنك موجود فهي غير آيسة من المحرم، لأنك تقدر على الذهاب إليها والإتيان بها. نعم، لكن يشكو من عجزه عن نفقتها مع محرمها. ينتظر إلى القدرة أو يذهب ويأتي به. نعم، سلام الله عليكم. المستمع إبراهيم عبد العظيم آدم من بني سويف الفشن الفنة الغربية من مصر، مقيم في السعودية، يقول: ذكر لي أن نعش أحد الموتى عندنا في القرية صار يطير في الهواء، وعجزت الشرطة على حين عجزت الشرطة عن حمله من الأرض، مما جعل بعض العوام يتعلقون به ويبنون عليه ضريحا يزار وينذرون له ويسألونه ويتقربون بذلك إلى الله تعالى، ويظنون ذلك من الكرامات، ويدعون أن مثل هؤلاء هم أولياء الله، ويقولون إن هذه هي البشرى في الحياة الدنيا التي وردت في الآية. فما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا الكذب، هذا الخبر، إما أنه كذب مفترى ولم يقع، وإنما هو من افتراء الكذبة والمشعوذين، وإما إن كان واقعا فإنه من عمل الشياطين، فيمكن أن الشياطين تحمل
الجنازة وتطير بها في الهواء من أجل إغواء بني آدم، ولذلك حصل مقصودهم، لأن أضلوا هؤلاء الرعاع فاعتقدوا في هذا الميت وبنوا على قبره تلك البنية ليعبد من دون الله، وهذا هو مقصود الشيطان. الحاصل أن هذا الخبر إما أنه كذب من أصله، وإما أنه من عمل الشياطين لإغواء بني آدم. نعم. هل يؤثر ذلك أو يجعل عمل هؤلاء صحيحا لو كان صح ما ذكر؟ ذكرنا إن كان واقعا فإنه من عمل الشياطين ولا يغتر به، ويجب هدم هذه البنية التي على القبر. نعم. السلام الله عليكم. المستمع عبد الله بن سعود الشبانات من الرياض يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك، أو ما يسمى البيع المنتهي بالتمليك. هذه القضية تحت الدرس لدى هيئة كبار العلماء، وسينظر فيها إن شاء الله ويرى فيها رأيه. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع إبراهيم بن مقحم المقحم يسأل عن حكم قبول شهادة بائع الحمام. الأصل في المسلم العدالة، وبيع الحمام للأكل أو للاقتناء أمر مباح، يجوز الإنسان أن يشتغل ببيع الحمام، لأن الحمام طائر مباح الأكل، فإذا كان يبيعه للأكل أو للاقتناء واستنتاج فراخه هذا عمل لا بأس به وتقبل شهادته، إلا إذا كان فيه ما يجرح عدالته غير ما ذكر من بيع الحمام. نعم. هل يمكن يكون بيع لغير ذلك؟ يمكن يكون بيعه لأجل اللعب به، وهذا لا يجوز. اللعب بالحمام هذا أمر لا يجوز، لأنه من عمل السفهاء. نعم. وذلك ربما يكون لأجل أخذ المسابقات عليه، وهذا حرام، فإذا كان القصد من بيعه هذا الغرض من أجل اللعب به أو المسابقة عليه فهذا عمل حرام ولا يجوز لهذا الشخص أن يبيعه بهذا القصد. نعم. فترد شهادته لأجل ذلك؟ هذا عمل محرم، لكن لا يصل به إلى حد الفسق الذي يسقط عدالته، يقال إنه ارتكب محرما ولكن لا يصل هذا إلى حد الفسق الذي يسقط عدالته. نعم. أحسن الله إليكم. أبو رشيد مستمع من الرياض يسأل عن أكل الضبع والدلدل المسمى بالنيص. أما الضبع فقد ثبت النص بإباحته، الحمد لله، وأنه من المباحات ومن الصيد المباح، على خلاف بين العلماء في جواز أكله أو عدم جوازه، والصحيح جوازه إن شاء الله يورد الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النيص فإنه من الخبائث، النيص هو كبير القنافل من الخبائث فلا يجوز أكله. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع ألف باء يسأل عن القنوت في النوازل ومعنى النوازل العامة، يقول حيث إن بعض طلبة العلم ذكر لي أن النوازل العامة لا يشترط فيها أن تعم كل مسلم في الأرض، وإنما النوازل الخاصة هي ما يقع في المسلم أو في خاصة أبيه أو أخيه ونحو ذلك. يبدو لي أن المقصود بالنوازل ما يحصل بالمسلمين، ما يحصل في المسلمين عموما أو بعض المسلمين في بعض الجهات من مضايقة من الكفار، أو تسلط من الكفار، أو مداهمة الكفار للمسلمين، فهنا يشرع القنوت في الفرائض الدعاء لهم بأن خلصهم الله مما وقع فيهم، أو القنوت بالدعاء على أعدائهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قنت في صلاة الفجر يدعو لقوم من المستضعفين بمكة من المسلمين أن يخلصهم الله من أيدي الكفار، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من المشركين آذوا المسلمين واضطهدوهم. فإذا حصل مثل هذا فإنه يستحب القنوت للمسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون ذلك بأمر الإمام أو نائب الإمام، فإذا أمر ولي الأمر أو نائب ولي الأمر بالقنوت في المساجد فإنه يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوازل الخاصة بالأشخاص فهذه لا يشرع لها القنوت، لأنه لم يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة لم يذكر هذا عن عموم قرون المسلمين، لأن النوازل الخاصة ما تزال تقع بالأشخاص نوازل، ولا ذكر أنهم كانوا يقنتون من أجل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت نون حاء من قصور المزبل بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: إنني فتاة أريد صيام شهر رمضان، لكن الدورة معي تبقى 11 يوما أو 12 يوما، وأريد أن أستعمل حبوب منع الدورة الشهرية، فما رأي الشرع في ذلك؟ الأحسن عدم استعمال
أعمالها، وإذا جاء الحيض تفطرين ثم تقضين هذه الأيام من أيام أخر بعد رمضان، هذا هو الأفضل، وهذا الذي كان عليه نساء المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استعمال الحبوب لأجل منع دم الحيض في رمضان فهذا إن كان يضر بالصحة ويؤثر سلبيات على المرأة فإنه لا يجوز، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولما فيه من التكلف الذي ما أمر الله جل وعلا به. أما إذا كان لا يضر بالصحة وليس له آثار سلبية فإنه يباح تناوله، ولكن تركه أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول ما أسباب استجابة الدعاء وأسباب عدم استجابة الدعاء؟ هذا له أسباب كثيرة. الأصل أن الله يستجيب الدعاء، الأصل أن الله يستجيب الدعاء. نعم. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الصحيح حديث النزول الإلهي إلى سماء الدنيا أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالأصل أن الله يتقبل الدعاء بموجب وعده الكريم، وقد لا يستجاب الدعاء لمانع من قبل العبد مثل أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم كالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء. وكذلك من موانع قبول الدعاء إذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم فإنه لا يستجاب دعاؤه. وكذلك من موانع قبول الدعاء إذا دعا الله بقلب غافل، إذا دعا الله بقلب غافل فإنه لا يستجاب دعاؤه، كما جاء في الأثر فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. نعم. أحسن الله إليك. تقول إن امرأة مريضة في المستشفى دخل عليها وقت صلاة المغرب والعشاء ثم صلتهما جمعا، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، فهل صلاتها صحيحة؟ نعم، إذا كان صلاة كل فريضة في وقتها يشق عليها يجوز لها الجمع. من الأعذار المبيحة للجمع المرض الذي يشق على المريض صلاة كل صلاة في وقتها. نعم. سلامكم الله. الأختان سحر والبندري من المزاحمية بعثتا عددا من الأسئلة، تقولان في أولها ما حكم لبس الفستان الأبيض للعروس ولغيرها؟ العروس وغيرها من نساء المسلمين تلبس ما يلبسه نساء البلد، ولا يخرجن على عادة نساء البلد ما دام أن لباس نساء البلد مما لا محذور فيه وليس فيه مخالفة شرعية، فإن جميع النساء يلتزمن بهذا اللباس ولا يخالفن ملبوس نساء البلد الملبوس المتمشي على الوجه الشرعي. واللباس المسمى بالفستان ولبس البياض للعروس والتشريعة هذا ما كان معروفا في نساء هذا البلد، وإنما هو إلف وعادة مجلوبة إلى هذه البلاد. نعم. سؤالهم الآخر عن حكم رسم الجماجم. رسم الوجه لا يجوز لأن الصورة هي الوجه، فإذا كان فيه ملامح الوجه المعروفة من العينين والفم والأنف فهذا لا يجوز، لأن هذا هو الصورة المنهي عنها. أما إذا كان مجرد رسم بدون ملامح الوجه وإنما ما هو مطموس فلا بأس بذلك. نعم. يبدو لي أن السؤال عن الجمجمة بعظم الرأس، يعني عظم اللحية، عظم الرأس أو الوجه أو ما يتبين فيه صورة من إنسان فإنه لا يجوز. أما ما كان مطموسا ولا يتبين فيه ملامح الإنسان فهذا لا بأس به، مثل رسم الشجرة والجدار وغير ذلك. نعم. ثم تسألان عن حكم رسم شخص من الخلف دون أن تظهر ملامح الوجه. هذا لا داعي له، لأنه من العبث ومن الوسائل إلى التصوير، من الوسائل إلى التصوير، وما الداعي لهذا الأمر؟ أحيانا قد يكون في دعايات بعض الألبسة يبدو خف الرجل، هذا مبدأ شر ووسيلة إلى صنعة ونصب التماثيل. نعم. أحسن الله إليكم. تقولان ما حكم قراءة القرآن للحائض وهي تلبس القفازين حائلا؟ الحائض لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تقرأ القرآن، وكذلك صح الحديث في أن الجنب لا يقرأ القرآن. والحيض حدث أكبر مثل
مثل الجنابة إلا إذا خشيت نسيان ما حفظته، إذا خشيت الحائض نسيان ما حفظته من القرآن فلا بأس أن تقرأه لأجل المحافظة عليه من النسيان. نعم. أحسن الله إليكم. تقولان أيضا ما حكم تشقير شعر الوجه إذا كان خفيفا؟ الواجب بقاء الشعر على ما هو عليه كما خلقه الله إلا إذا كان مشوها، إذا كان الشعر مشوها أو فيه شيب فإنه يصبغ لإزالة التشويه أو إزالة لون الشيب لكن بدون السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. فاهمكم الله. في آخر أسئلتهما تقولان ما حكم تنظيف الأنف بالنتف يكون على ظهر الأنف شيء من الشعرات؟ هذا يسمونه بالحف، إزالة شعر الوجه سواء كان على الأنف أو في الخدين هذا يسمونه بالحف، والعلماء مختلفون فيه، فمنهم من يدخله في النمص المنهي عنه والمتوعد عليه باللعنة، ومن العلماء من يقول ليس هذا من النمص ولا بأس به عند الحاجة، إذا كان مشوها للوجه فلا بأس أن تزيله، أما إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فإنه يترك خروجا من الخلاف واحتياطا للذمة. نعم. أفهمكم الله. هذه مرسلة رمزت لاسمها بالمحتارة، تقول أنا أختكم امرأة مسلمة متزوجة ولي أولاد كبار وأريد أن أذهب إلى مكة المكرمة لقضاء العمرة، ولكن للأسف كلما طلبت من زوجي الذهاب رفض، وكلما طلب منه أولادي رفض، وأنا لي أكثر من 20 سنة لم أزر مكة المكرمة، وإذا أكثرت على زوجي هذا الطلب غضب مني، فهل يجب علي أن أذهب دون مشاورته أو أترك زيارة مكة لأجل ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تخرج للسفر للحج ولا لغيره إلا بإذن زوجها، إلا السفر لحج الفريضة أو عمرة الفريضة فإنها تخرج مع محرمها ولو لم يأذن، لأنه ليس له أن يمنعها من أداء الفريضة، فإذا تمكنت من وجود محرم وهي لم تؤدي الفرض من حج أو عمرة فلها الخروج ولو لم يأذن وليه، لأنه ليس له المنع في هذه الحالة. أما إذا كانت العمرة أو الحج نافلة فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع فراج سوري مقيم في الأردن بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها لي أخت متزوجة وكلما اجتمع عندي مال أعطيتها منه، ويوم أردت أن أسافر من سوريا أخذت منها ذهبا لتأمين مصاريف سفري، فهل يجوز أن أشتري لها أكثر من الذهب الذي أخذته أم يعد ذلك ربا؟ إن كانت اشترطت عليك أن ترده بزيادة، ترد ذهب بدل الذهب الذي أخذته منها بزيادة، فهذا ربا ولا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم. أما إذا كان هذا بدون شرط أخذته على أن ترد مثله بوزنه من غير زيادة ولكنك زدته من عندك من باب حسن الوفاء فهذا لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، ولما اقترض صلى الله عليه وسلم بعيرا و أراد أن يسدده من إبل الصدقة قال الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتسديد هذا القرض لم أجد إلا خيارا رباعيا، فقال له صلى الله عليه وسلم أعطه إياه لأنه اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا أحسن منه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. الحاصل أنه إذا كان هذا بدون شرط عند القرض فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الآخر هل يجوز للمسلم أن يحج دون علم والديه إذا كانوا بعيدين؟ إذا كان والداه لا يحتاجان إليه، إذا كان والداه لا يحتاجان إليه فإنه يحج فريضة أو نافلة لعدم الضرر على والديه في ذلك. أما إذا كان والداه يحتاجان إليه ليبقى عندهما لخدمتهما والقيام بحقوقهما فإنه لا يخرج إلا بإذنهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ معظم الناس عندنا يستمرون 7 جمع بعد موت الميت، في كل جمعة يذبحون شاة، هل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا من البدع المحدثة ولا يشرع الذبح بعد موت الميت، وإنما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم المواساة لأهل الميت، لأنه إذا مات الميت وكان أهله مشتغلين بما أصابهم من الحزن فإنه يصنع طعام بقدر كفايتهم ويدفع إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، يكون هذا من باب المواساة، وفي أيام المصيبة خاصة
أما أنه يتمدد إلى أسابيع أو إلى أطول من ذلك فهذا أمر محرم لأنه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.